خلال اليومين اللي فاتوا في موجة كده من تقلبات الطقس، تحديدا امبارح معظم محافظات الوجه البحري تعرضت لطقس سيء وامطار. كان في استعدادات طبعا كبيرة لأجهزة المحافظات لشفط المياه والتعامل مع اي تراكمات لمياه الامطار في الشوارع، وايضا تسهيل حركة المرور. حالة من الطقس السيء شهدتها عدد من المحافظات التي تعرضت لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورفعت الأجهزة التنفيذية بكافة المحافظات حالة الطوارئ لمواجهة أي تراكمات للمياه أو حدوث أي كوارث نتيجة الرياح وموجة الطقس السيء. وتعرضت عدة مناطق بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لتساقط أمطار متوسطة وانتشار مكثف للغيوم، فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات كسح المياه من الشوارع لرفع تجمعات مياه الأمطار. وفي كفر الشيخ تعرضت مدن البرولس وبلطيم ودسوق وقلين ومصيف بلطيم ومسير وسيدي سالم ومطوبس وكفر الشيخ لأمطار غزيرة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط. وفي المنوفية تم رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار ولمنع حدوث الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمعاونة الوحدات المحلية لشفط المياه من الشوارع. وفي الغربية شهدت المحافظة موجة من الطقس السيء والأمطار في شوارع وميادين مراكز المحافظة، كما تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في محافظة دمياط وتعطيل حركة السير نسبياً في المدن والقرى، وأيضاً تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبياً ثم عادت للعمل مرة أخرى.